موضوع ديال النقل السياحي في سيره الاجره من الصنف الاول، هذا موضوع خطير، هذا موضوع بوحده، بانه الاخوه اللي كيشتغلوا في مطار محمد الخامس ولا في الميناء ولا في الفنادق، يعني هادو تازموا واحد الازمه ما شاء الله. انا وسيارتهم ليومنا هذا عاملين لهم لي باش ومريحين في الباركينج بدون عمل، وما التفتش لهم الحكومه بادنى ولو غير ترفع غير من المعنويه ديالهم، تخرج غير بواحد التصريح. هاد الاخوان المهنيين في قطاع سياره الاجره من الصنف الاول اللي هما مزاولين على مطار محمد الخامس ولا على الميله ولا على الفنادق، رحنا غنواسيكم، رحنا غنشوفوا من جهتكم اولا الملفات ديالكم كتدرس اولا اولا اولا. يعني هاد الناس مادام كانت حكومه وجهاز ديال هاد البلاد وملتزم الصمت، يعني شنو كيقول المهني؟ كيقول لي سي تفرقع بالمفهوم هذا المصطلح، ما كاين حتى شي حاجه. رغم المراسلات عندنا مراسلات من شهر جوج، عندنا مراسلات في شهر ثلاثة، عندنا مراسلات في شهر أربعة، بالخصوص قطاع سيرة الأجرة على صعيد المملكة وبالخصوص مطار محمد الخامس اللي هو محن. اليوم في هذا الوباء، في هذا الأزمة اللي كيعيشها قطاع سيرة الأجرة بصفة عامة، يعني واحد الكارثة عظمى اللي كيعيش فيها للمهني مزاول وللمهني المستغل. اولا قدما هاد الحكومه وزاره الداخليه ولا وزاره التسييس ولا المكتب اللي هو معاني لهاد سيره الاجره اللي صنفاتو هاد التصنيف ديال قطاع غير المهيكل، ما عرفناش شكون اللي ما عرفش كيفاش يهيكلو، واش مستغل ولا المهني ولا الحكومه، ولا سيما الكل كيعلم بانه قطاع سيره الاجره عنده مأذونيه وعنده بطاقه مهنيه، عنده رخصه ثقه وعنده مساهمه واحد 60% لهاد البلاد هذه العزيزه علينا، بانه الموضوع كيهم وزاره الداخليه، كيهم رئيس الحكومه، وزاره الماليه، ووزاره تجهيز النقل. ملي كنقولوا قطاع غير مهيكل، علاش كنعطوهم مأذونيه اللي خارج من وزاره الداخليه؟ ملي كنقولوا قطاع غير مهيكل، علاش وزاره النقل والتجهيز حاطه يديها عليه وعندها مرسوم اللي هي كتنظمو اللي كيشتغل فيه؟ وكندوي على وزاره الماليه اللي هي القطاع يعني كيخلص واحد الاموال باهظه، لا بالضرائب الجبائيه ولا بالضرائب على الباترونت ولا ضرائب على ستاسيونمون، يعني امور واضحه، لا داعي نبقاو نغطيو الشمس بالغربال بهذا المفهوم هذا. الا غتقول لي انا قطاع غير مهيكل، اذا انت كحكومه وكمسؤولين على هذا القطاع اللي ما عرفتوش كيفاش تهيكلو ولا كيفاش تنظموه. حنا كنشوفوا من وراء هذا الوباء هذا المشكل غادي يكون كبير، كبر من قد ما كنا في الحجر الصحي وفي حالة الطوارئ، غادي من بعد الحجر غتكون كارثة كبيرة، غادي يصطدم مول المأذونية مع المستغل، وغادي يصطدم حتى ذاك المهني المزاول مع المستغل، بأنه فقد العمل ديالو. هنا الموضوع شكون غيدخل؟ دونك خص الوزارة تدخل، خص الوزارة تخرج بواحد المرسوم، تخرج بواحد البلاغ، تخرج بواحد غير 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 نفسانيين هاد المهنيين راهم محنين. نقول نخرج غير ببلاغ، توصيات، صبر، كلمه مزيانه كما كنقولوا حنا مغاربه، رانا ماشي شي واحد اللي مزاول في هذه البلاد ولا هذ المواطنين ديال هذه البلاد هذه، ماشي دوله اخرى، راه وزير مغربي، راه رئيس حكومه مغربي، راه هذا المهني حتى هو راه مغربي. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.